بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ذكر الأشكال وشروطها وعدد ضروبها المنتجة وما يتعلق بذلك. النهاردة بداية سنبدأ في ربما القسم الأخير من التصديقات. ما تعلمون المنطق يقوم على علم المنطق يقوم على بابين أساسين، الباب الأول هو باب التصورات والباب الثاني باب التصديقات. وقلنا باب التصورات والذي يوصلني إلى إيه؟ المجهول التصوري، وذلك عن طريق التعريف. والتصديقات هو الذي يوصلني إلى المجهول التصديقي، وذلك عن طريق القياس أو الحجة أو البرهان إلى آخره. أو النهاردة هي دي تسمى أشكال القياس. اليوم نبدأ في أشكال القياس. طبعا احنا تحدثنا المرة الماضية عن الاستدلال بشكل عام، ومنه استقراء ومنه قياس إلى آخره. الكلام ده لازم يكون حاضر في ذهنك الآن. نحن الآن نتحدث عن أنواع أو أشكال أو صور القياس. صور إيه؟ القياس اللي هو القياس إيه اللي تكلمنا عليه المرة الماضية، اللي هو القياس إيه؟ الاقتراني. قياس الاقتراني، لأن احنا قلنا في قياس اقتراني وفي قياس إيه؟ استثنائي. نحن اليوم نقسم القياس الاقتراني، أشكال القياس الاقتراني. المفروض أخواننا تحفظ، وإنه يحفظ حتى يحفظ من هنا ورايح يحفظ إيه؟ الأبيات اللي في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس، من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط، حمل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. هتلاقوا الأربع أبيات الأولانيين دول بيحدد لك الشكل الأول، يعني في الأول بيدي التعريف. شكله عند هؤلاء الناس هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن قضيتي قياس. وليه قال قضيتي قياس؟ لأن لو جبت أي قضيتين لا لزوم، قضيتي قياس تختلفان عن أي قضيتين، مش كده؟ لأن احنا قلنا القياس فيه أصغر وفي حد أوسط وفي حد إيه؟ أكبر. إذا قضيتين في القياس لهم تركيب معين، دي متصلة بدي والحدود كلها مرتبطة ببعضها. لكن لو جئت بأية قضيتين لا يربط بينهما حد أوسط، هل دول القضيتين دول تسميان قضيتي قياس؟ لا. عشان كده قال هما إيه؟ يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالسور له يشار أو بالضرب له يشار. هنعرف دلوقتي إيه الفرق بين الشكل وبين الضرب، بين الشكل وبين الضرب. الضرب مثلا لو قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، إذن النتيجة إيه؟ كل إنسان حساس. طيب ألاحظ أني المقدمة الصغرى كلية موجبة، كل إنسان حيوان، والكبرى أيضا كلية موجبة، كل حيوان حساس. دي يعني صورة تختلف عن فيما لو قلت كل إنسان حيوان وبعض الحيوان مثلا صاهل أو نابح كما يقولون. في فرق بين يعني صورة القضيتين في القياس الأول وصورة القضيتين في القياس الثاني، ما فيش فيه، لأن القياس الأول يتألف من مقدمتين الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية موجبة. الثانية بقى الصغرى كلية موجبة لكن الثانية جزئية موجبة، فده
واخد من حضرتك القضية الأولى أو القياس الأول غير القياس الثاني. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الضرب الأول هو يختلف عن الضرب الثاني. إذن الضرب هو الهيئة الحاصلة عندك من الاقتران الكيف مع الكم. يعني القضية الأولى قد تكون كلية موجبة مع الثانية كلية موجبة، ده ضرب. كلية موجبة مع كلية سالبة، ده ضرب مختلف. إذا نظرت إلى القياس من حيث صورة الكيف والكم أسمي الصورة اللي قدامي أسميها ضرب. طب أمال الشكل كيف يختلف الشكل؟ هتقول لي عندي شكل زي ما احنا نعرف دلوقتي في أربعة أشكال، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع. طيب إزاي الشكل الأول يتكون إزاي أو يتحدد إزاي؟ اللي حدد لي الشكل بحيث أقول ده أول أو ثاني أو ثالث، وضع الحد الأوسط. إذا كان والله موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، أنا أمام شكل أول. إذا كان والله موضوع في الاثنين في الثاني محمول في الاثنين في الثالث، عكس الأول بأن يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط، يبقى الشكل إيه؟ الرابع. إذن علشان تعرف الشكل أول أو ثاني أو ثالث، عليك بالذهاب فورا إلى الحد الأوسط. حد الأوسط إذا لقيت موضوع في الصغرى محمول في الكبرى تقول له شكل أول. إذا كان كما سنقول موضوع في الاثنين هنقول ده شكل كذا، محمول في الاثنين هنقول شكل كذا. طيب إذا أردت أن تعرف الضرب، أخذ لبالك كل شكل يتكون من ضروب. يتكون من إيه؟ من ضروب. لأن أنا ممكن الشكل يتكون عندي من صغرى وكبرى كليتين موجبتين، جايز ولا مش جايز؟ صغرى وكبرى كليتين سالبتين، صغرى وكبرى إحداهما الأولى الصغرى كلية موجبة والأخرى كلية سالبة. أيضا ممكن الصورة الرابعة صغرى كلية سالبة وكبرى كلية موجبة. يبقى كل شكل بيتكون عندي من إيه؟ من عدة أضرب. طيب الضرب كما قلت أنا المرة دي عرفت الشكل، المرة دي عايز أعرف الضرب. الضرب هو إيه؟ علامة السلب والإيجاب مع الكل والجزء، ماشي؟ ده الضرب. فمثلا كلية موجبة مع كلية موجبة ضرب، كلية موجبة مع كلية سالبة إيه؟ ضرب، كلية موجبة مع جزئية موجبة ضرب، كلية موجبة مع جزئية سالبة ضرب. إذن الضرب بكل شكل ممكن يكون كم ضرب؟ أربعة. لا ما ينفعش أربعة، مش بكل شكل. هات لي الساعد أخونا ده ما جاش. أيوة نعم. في المراوح أخوان خلوها في الآخر حسب ما نعم. مولانا أخوك عايز يسمع هو عرقان أكثر منك، فإذا كان فضيلتك يعني من المترفين فالعلم دائما يحمله الفقراء والمتقشفون، واللي غيروا الدنيا من أولها إلى آخرها واللي حيغيروها إلى يوم القيامة هم هؤلاء المتقشفون. ماشي يا مولانا. الراجل عايز يسمع فمش همه يعرق، هو عرقان أكثر منك وتخين أكثر منك. نعم أشغلوا دي، هاتوا دي وصلوها يا اخواننا، دي ملهاش صوت يا شيخ عمر، دي لها صوت اللي هي الثانيه دي. خلاص شغلوا او انت تعال اقترب منها. خلاص لا ما تجيبهاش عليها، مش عايزها. اذا كان الشيخ سيد خليها تلف توزع كده. شوف يا اخواننا عشان احنا قلنا الشكل عباره عن ايه؟ قضيتين صغرى مع ايه؟ مع الكبرى طبعا مع النتيجة. لازم تفهم جغرافيا القياس اولا والا هتبقى تاني. الصغرى دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون كلية موجبة، طيب، وممكن تكون كلية سالبة، وممكن تكون جزئية موجبة،
وممكن تكون جزئية احتمالها دي عقلية ولا لا؟ طبعا. طيب والكبرى ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون كلية موجبة وفي نفس الوقت ممكن تكون كلية سالبة ايضا. في نفس الوقت ممكن تكون جزئية موجبة وتكون جزئية سالبة. اذا مع احتمال ان تكون الصغرى كلية موجبة ممكن تكون الكبرى اربع احتمالات. واخد بالك؟ يبقى ادي كل خد بالك الكلية موجبة دي متكررة هنا في المثال الاول. يبقى لازم هيديك 16 لان ادي ادي اربعة وهنا برضو كلية سالبة مع كلية موجبة كلية سالبة مع كلية سالبة كلية سالبة مع جزئية موجبة كلية سالبة مع جزئية سالبة. ادي كام دول؟ 8. جزئية موجبة هتكون ايضا مع تجي ممكن مع كلية سالبة ومع ايه؟ مع كلية موجبة. اسف اول لازم كل الترتيب هكذا مع كلية موجبة او مع كلية سالبة او مع جزئية موجبة او مع جزئية سالبة. هذه برضو كام؟ 12. باقي معي احتمال الاخير اذا كانت الصغرى جزئية ايه؟ سالبة. هذه كلية موجبة، هذه كلية سالبة، جزئية موجبة، هذه جزئية سالبة. ممكن أيضا مع تيجي مع كلية موجبة، تيجي مع كلية سالبة، مع جزئية موجبة، مع جزئية سالبة. هتلاقي مجموع دول كام؟ 16 ضرب. إذا كل شكل ممكن يجي فيه 16 ضرب. واضح هذا الكلام؟ يبقى الضرب هو عبارة عن إيه؟ عن الهيئة الحاصلة من الإيجاب والسلب والجزء والكل في اقتران الاثنين مع بعض. يعني دي الإيجاب والسلب بيتغير هنا مثلا هنا كلية موجبة مع كلية ايه؟ موجبة. خلاص ده هنا عندي اقتران شكل اقتران القضيتين في الإيجاب وايه؟ والسلب. شكلهم ايضا هنا في الجزء لما حجي مع جزئية موجبة وجزئية سالبة مع الجزء ومع الكل. ده اللي بسميه ايه؟ الضروب. كل شكل المفروض ان من الاشكال يكون فيه 16 ضرب. لكن هنلاحظ ان كل شكل له شروط. فلما اجي اطبق الشرط ده على دول هتلاقي بعض الضروب لا ينطبق عليها ايه؟ الشرط. الضروب التي لا ينطبق عليها هذا الشرط أسميها ضروب عقيمة. ضروب عقيمة دي لا كذب ولا كذب. الضروب اللي ينطبق عليها شرط الشكل أسميها الضروب المنتجة في الشكل. عرفنا الكلمتين دول؟ طيب نروح للمتن ونشوف الشيخ بيقول ايه. الشكل عند هؤلاء الناس يعني عند المناطق. طبعا لأن ده المصطلح يعني تعريف اصطلاحي، إنما التعريف اللغوي طبعا ما اقدرش أقول الشكل لغة هو كذا هو شكل منطقي. لا، زي الصلاة كما قلنا مطلقا الدعاء، لكن عند الفقهاء اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء الصلاة هي الهيئة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم المشتملة على فروض وسنن وواجبات الأكل. الشكل عند هؤلاء الناس أي المناطق يطلق عن يعني يطلق عليه هيئة قضيتي قياس، أي الهيئة الحاصلة خلي بالك من اجتماع الصغرى والكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط. ده تعريف الشكل. اقتران القضيتين بحسب الحد الاوسط، لان الحد الاوسط مش قاعد حتى واحده بتنطط. مره يجيني في المقدمه الاولى يجيني في الاول، يجيني في المحمول ويجيني في الثانيه ايه؟ موضوع. مره ثاني يجيني موضوع في الاثنين، ومره ثالثه يجيني محمول في الاثنين. ما هو احتمالات عقليه. مرة رابعة يجيني ايه؟ عكس الأول
محمول في موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. ما ينفعش طبعا ايه الشكل الرابع هتكلم عليه. لكن انت علشان تعرف انك انت امام شكل اول او شكل ثاني تنظر الى وضع الحد الاوسط. ماشي هذا الكلام يا اخواننا؟ يعني اذا كان تكلموا اخواننا او كانوا يجيبوا لكم مرات كثيره من هذا النوع بدل الناس اللي قاعدين ورا حرانين. طيب الناس اللي ورا دول كلهم ايه؟ ما عندهمش مراوح. لا فلوس عند فوقهم نجف يا عم. راح فين الأربعة يا شيخ؟ مين راح يجي؟ تقول الأجهزة العربية. طيب يعني مش مطلوب منك يعني تساعد. خلاص يا اخوان. إذن الشكل هو عبارة عن قضية كي ايه القياس، يعني الهيئة الحاصلة من اجتماع الصغرى والكبرى من كبار الطرفين المطلوب مع الحد الوسط. زي ما قلت لكم في الأول ليه قال قضية كي القياس؟ لأن طبعا أو كما حيمثل لك هنا، لو قلت كل إنسان حيوان وكل فرس صاهر دي أسميها قضية القياس؟ لا. ليه؟ لأني ما فيش هيئة حد أصدق، ما فيش هيئة أيضا لغياب الحد الأوسط، ما فيش هيئة حاصلة من وضع المقدمتين دول جنب بعض، ولا لا؟ في ممكن حد يقول إن في هيئة حاصلة، أخواتنا اللي في الخلف، في هيئة حاصلة من قول كل إنسان حيوان وكل فرس صاهر، تقدر تطلع منها النتيجة دي؟ طيب هل واحدة منهم مرتبطة بالثانية؟ يبقى ما ينفعوش قضية القياس. لكن فوق في الأول كل إنسان حيوان وكل حيوان متنفس دي هيئة فعلا حاصلة، لأن في تزاوج بين القضيتين. القضيتين اللي يمكن أن يتزاوجا عن طريق الحد الأوسط هم دول قضية القياس. إنما أي قضيتين كده بدون تزاوج بينهما، يعني فيش حد أوسط يربط بينهما، لا يمكن أن يسميا قضيتي قياس. الشكل بقى زي ما قلت لك هو عبارة عن تتعرف عليه من ايه؟ من حد الأوسط. طب والصور كل كذا كذا أو بعض كذا كذا أو لا شيء كذا، هل ده يدخل في تعريف الشكل؟ لا. إنما الأسوار اللي هي بتوريني الكل والجزء والسلب والإيجاب تعرف لي مين؟ تعرف لي الضروب. واضح؟ ده البيت الثاني. من غير أن تعتبر الأسوار، يعني من غير أن تعتبر الأسوار جزءا في تعريف الشكل. إذ ذاك، لأنك لو اعتبرت السور فأنت تعرف الضرب، إذ ذاك بالضرب له يشار. شايف هندسة الكلام؟ ده فن والله العظيم، ده فن وهندسة مستقلة عند القدماء، شيء عجيب. يعني في بيت ورى لك ازاي تتعرف على الشكل، وبعدين قال لك وان تعرف الشكل لا تنظر ابدا الى السور، اذا نظرت الى السور فانت تتعرف على الضرب. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي القياس من غير ان تعتبر الاسوار، اذ ذاك يعني حين تعتبره بالضرب له يشار. طيب فالضرب عبارة عن ايه؟ زي ما خدنا احنا المرة الماضية خدنا في الشكل هو عبارة عن ايه؟ ايضا الضرب الان سنعرفه، الهيئة الحاصلة من اجتماع الصغرى والكبرى باعتبار الحد الاوسط؟ لا، باعتبار الاسوار. لو شلت باعتبار الاسوار وباعتبار الحد الاوسط لتعريف الشكل، لو شلت باعتبار الحد الاوسط ووضعت باعتبار الصور الهيئه الحاصله ليه باعتبار الاسوار، يبقى انا بعرف الضرب. خلاص. فالضرب المخصوص كالمؤلف من كليتين موجبتين اخص من الشكل. بالضبط، لان احنا قلنا شكل كل شكل من الاشكال دول ممكن تيجي مع ايه؟ فكأن الضرب أخص من الشكل ولا مساوي للشكل؟ أخص.
ماشي أخص إيه؟ كأنه نوع من، كأنه نوع من، فالضرب دائما أخص من إيه؟ من الشكل، أو كما يقول فالضرب المخصوص كالمؤلف من كليتين موجبتين أخص من الشكل، أي هو نوع من. خلاص عرفنا الشكل وعرفنا الضرب، هنبتدي نقسم إيه الأشكال. الكلام اللي جاي ده أقسام الأشكال أو أنواع الأشكال. وللمقدمات، المقدمات اللي هي المقدمتين اللي في القياس، أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. حسب القسمة العقلية لا تستطيع أن تضيف شكلا ولا أن تنقص شكلا. القسمة العقلية قاضية بأن الحد الأوسط، بما أنه قد يأتي محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، أو يأتي موضوع في الاثنين أو محمول في الاثنين، أو يأتي عكس الاحتمال الأول، دي القسمة العقلية. قسمة إيه؟ عقلية، لأنك أنت في الصغرى عندك شقتين، الصغرى والكبرى في المقدمة، المحمول الموضوع محمول، وفي الكبرى في شقتين أيضا، واخد بالك؟ وانت اطلقت الحد الوسط وقلت له والله انت براحتك، الشقه اللي تناجمك حد الاوسط، خد بالك هو ايه؟ هما اثنين اخوان، كل واحد ياخد ايه؟ شقه. ايه الاحتمال العقلي؟ ممكن الاثنين دول واحد ياخد الاولى وواحد ياخد الاولى في الاولى وياخد الثانيه في الثانيه. عادي شكل. او الاثنين ياخدوا ايه؟ الاولى هنا والاولى هنا. أو الاثنين ياخذوا الثانية هنا والأولى هنا. قسمها بينك وبين عقلك تجدها لا تخرج عن احتمالات الأربعة. إذن الحد الأوسط بما أنه مشترك بين المقدمتين فهو له احتمالات أربعة فقط، هي اللي نسميها إيه؟ الأشكال الأربعة. واضح هنا؟ ممكن نضيف شكل ثاني سنوات حيجي الزاكي، حد الأوسط خلاص استوفى الاحتمالات العقلية، ممكن ننقص منه مش ممكن. يبقى ليه خليناهم أربع أشكال؟ واحد ممكن يطلع يقول طيب يمكن تبقى تضل العالم هو خمسة. يقول له ما نقدرش. إيه يعني؟ لما انحصرت الأشكال في أربعة؟ لما انحصرت؟ وده ممكن يجي سؤال والله والله 99% حد يعرفه. مع إني أحفظ أني الشكل هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن طبعًا ملاحظة الحد الأوسط. طيب ليه بيقولوا أربعة؟ ليه مش خمسة؟ ليه مش ثلاثة؟ ده جاي من أن القسمة العقلية حاصرة، حاصرة لأقسام الشكل لابد أن تكون أربعة علشان احتمالات الحد الأوسط بين المقدمتين هي احتمالات محصورة في أربعة. فإذا الحد الأوسط هو الذي يحدد الأشكال. واضح؟ هنا بيقول لك أربعة وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. أربعة أي أشكال أربعة فقط، وذلك بحسب الحد الوسط. هيبتدي بقى إيه يعرف لك، لابد أن تحفظوا الأبيات. إذا كنتوا عايزين تطلعوا للكتب المتوسطة في الـ في الـ في المنطقة لازم تحفظوا، ويا ريت تحفظوا المتن ده كله. والله هذا المتن يعني ربنا فتح على الشيخ الأخضر فيه ده، وحتى ظريف كلامه ظريف، يعني مش في متون تخلي الواحد عايز يسيب العين ويجري كده. ده من المتون اللي مولانا جبت الكتاب. طيب جيت متأخر ليه يا استاذ الشيخ؟ لما جئت متأخرا بين الناس ساكنة في الأزهر كلها وأنا ساكن في الحافة البطنية، يعني من أصحى بدري شوية. عمر خد بالك، حمل بصغرى وضعه بكبرى، ضمير عائد على الحد الأوسط، يدعى بشكل أول ويبقى. هذا البيت ده في تعريف الشكل الأول، حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. هتروح البيت الثاني هتلاقي ايه؟ وحمله في الكل ثانيا عرف، هذه شطرة واحدة عرف لك الشكل الثاني. وحمله في الكل يعني أن يأتي الحد الأوسط محمول في الاثنين
ده الشكل ايه؟ ووضعه في كل ثالثا ألف. شوف الشطرة الثانية عرف فيها الشكل الثالث. البيت الثالث في الشطر الأولانية عرف الرابع، ورابع الأشكال عكس الأول. خلاص شطرتين ونص تحفظ فيهم أو تعرف فيهم كيف تتكون الأشكال. هذه البيت الأول، حمله بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. وإيه؟ والبيت الثاني وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. خلاص؟ يعني إيه الشطر الباقي اللي وهي على الترتيب في التكمل؟ يعني خذ بالك أن الأول هيبقى أكمل من الثاني، والثاني أكمل من الثالث، والثالث أكمل من الرابع. قال ده في أربع شطر يعني أبيات، الأشكال وتعريفها وترتيبها حسب الأفضلية. واضح هذا الكلام؟ يبقى آدي نشرح الأولاني. حمل للحد الأوسط بصغرى وضعه بكبرى نحو إيه؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. تلاحظ أن الحد الأوسط في الصغرى محمول وفي الكبرى موضوع. ده اللي قلنا عليه حمله بصغرى، حمله بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. والمراد يعني تدعى الهيئة الحاصلة من ذلك الترتيب شكل أول أو شكل ثاني، وهكذا في جميع ما يأتي. وحمله أي حد الوسط في الكل من الصغرى والكبرى، زي إيه؟ كل إنسان حيوان، لا شيء من الحجر بحيوان. هذا الحد الأوسط جاني محمول في الاثنين، ده يبقى إيه؟ وحمله في الكل ثانيا عرف، أي عرف حال كونه ثانيا. ووضعه أي الحد الأوسط في الكل ثالثا ألف، زي إيه؟ كل إنسان من الصغرى والكبرى نحو كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم. هنا الحد الأوسط جاني موضوع فين؟ في الاثنين. ده أسميه شكل ثالث. ألف أي ألف حال كونه ثالثا. ورابع الأشكال عكس الأول، أن يكون الحد الوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، زي إيه؟ كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. شوف كده بعتر الحد الأوسط راح فيه، بيجي إيه؟ محمول في الصغرى وموضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. طبعا دي لخبطة، لأنك أنت ده عادة إحنا أخواننا بنحمل كما قلنا في النتيجة محمول الكبرى على موضوع الصغرى. هذا هيحصل العكس تماما بشغلة. وهذا الشكل أسقطه بعضهم لبعده عن الطبع جدا، وأول من استخرجه جالينوس فيلسوف طبعا يوناني، والحق أنه معتبر في الإنتاج. تكتب نقطة كده، هو عاد يقول لك في الشرطيات زي ما بتكلم على المحمول والموضوع والحد الأوسط في الـ في الـ في القياس الـ في القياس الحملي، أيضا لو عايز تشيله وتركبه من شرطيات هتتكلم عن المقدم وعن الثاني. فعشان كده قال إيه؟ وكالمحمول والموضوع فيما تقدم من الحمليات، المقدم والتالي في الشرطيات، وهي على الترتيب في التكمل. يعني على الترتيب المتقدم زي ما جابت الأول والثاني والثالث والرابع، يبقى من حيث الأفضلية ومن حيث الكمال الشكل الأول هو الأكمل، ثم الذي يليه ثم الحد الأربعة. فالشكل الأول أكملها ويسمى عندهم بالشكل الكامل. ليه؟ يا أخوانا ريت يعني حتى تصوروا الجزء الأشكال أو جزء القياس من الكتاب ده، لأنه حينفع. أنا لا ببيع كتب ولا والله لو عندي اللي عندي جبته لكم، ولا لا يعني ليس عندي لهذا المشكلة. فإذا كان بس تصوروا شوية منهم، ولو كان منكم حد كده يعني متيسر يصور شوية لإخوان
يبقى ده يعني جزاؤه عند الله او علما ينتفع بمشكله ولا لا؟ الشيخ سيد يقول طب بس انتفع تمنظم بتقول لنا كانه يقول او جاءه هذا الاعتراض نعم انتفع بها ولا لا؟ انتفع ان شاء الله ده حافظ السلم يمكن يعني لسه قاعد يحفظ الشر ليتوقاه. لا لا الشر انتفع ان شاء الله. عرفت الشر لا للشر بل توقيه. ومن لم يعرف الشر حري ان يقع فيه كما يحفظون شيخنا. طيب يا اخوان هنبتدي بقى في ايه؟ لما كان الشكل الاول اهتم به الاشكال. اولا لانه يديني ينتج لي الكليه الموجبه. يعني تلاقي ده اصل مصنع يطلع لك ايه؟ يعني ممكن في خد بالك كده الكليه الموجبه الصغرى والكبرى مثلا. ممكن تكون الصغرى بتاعت الكليه موجبه والكبرى الكليه موجبه. النتيجه هتيجي ايه؟ طبعا النتيجه هتجي كليه موجبه. دي مش هتلاقيها غير بشكل اول. ليه؟ لانه مرتب كما قلت لكم اصغر يدخل فين؟ في الاوسط، والاوسط يدخل في الاكبر فينتجي الكليه الموجبه. طبعا الكليه الموجبه هي اشرف المطالب لانك انت في حالات الاثبات اللي هو المنطق شغال للاثبات أنت تريد أن تصف لنا كل كذا كذا، تريد أن تحكم حكما كليا ده هو يعني قمة الإنتاج أو قمة الحكم. البضاعة دي اللي هي الكلية الموجبة لا ينتجها إلا إيه؟ إلا الشكل الأول، فعشان كده يعتبر أكمل الأشكال. وفي حاجة ثانية يجري على طبع أو على البديهة العقلية، بمعنى أنك أنت كأنك تقول ألف في الصغرى ألف هي باء، وفي الكبرى بتقول وباء هي جيم. إذن لو أي واحد في الغير قلت له يعني ألف هي باء وباء هي جيم يقول لك طبعا ألف هي جيم إشكال، ولا أروح أدرس منطق ولا أقعد في الواقع. فإذن هذا الطبع هذا الشكل يجري على الطبع مرتب حدوده إيه؟ مرتبة. دي رقم واحد ينتج، وثانيا لأنه ينتج إيه؟ الكلية الموجبة، فهو الشكل الوحيد الذي يعتبر دائما في الإثبات. لو عايز تثبت شيء لازم إيه؟ الشكل الأول، بخلاف الأشكال الثانية. الأشكال الثانية هتلاقي تستخدم في حالات الاستقصاء أو النفي. ليه؟ لأن هنشوف الشكل الثاني ما بينتجليش مثلا إيه؟ كليه موجبه. انها ممكن ينتج سوالب. الشكل الثالث ينتج جزئيات. فالسوالب يعني الانتاج بتاعه يتعلق بالحاجات بالاستقصاء مش بالاثبات. ماشي؟ الشكل اللي بعديه كله يدور حول انك انت لا تثبت الكل وانما تثبت الجزء. فمين اهم ان تثبت في حاله الاثبات ولا في حالة النفي؟ يعني مثلا لما يكون عندي مرتبة أو مستوى من الاستدلال هو مستوى إثبات باليقين، مستوى ثاني عندي هو مستوى نفي عن شيء، مستوى ثالث هو الحكم بالبعض لا بالكل، أيهما أتم؟ أيها أتم؟ مستويات الثلاثة طبعا، لأن المستوى الأول ده هو مستوى إيه؟ الإثبات، وده المرتبة المطلوبة فيه، لأنك أنت دائما محتاج أنك أنت تثبت أو أن تقول كل كذا كذا أو ألف هو كذا. إنما لما تقول هو ليس كذا ده صحيح إثبات ومطلوب، ولكن قد يكون أقل كمالا من إيه؟ من الأول. الثالث لما تقول لا بعض كذا هو كذا يبقى إذن هنا تريد أن تثبت ولكن ليس إثباتا كاملا زي الإثبات الأول هو كله كذا كذا، بل هو إثبات إيه؟ جزئي. فتلاحظ أن الشكل الأول هو اللي بإيه؟
ولذلك هو اللي استعمل في العلوم وهو اللي استعمل في المحاورات حينما تريد أن تثبت شيئا. لكن لو تريد أن تثبت شيء وتلجأ إلى شكل ثاني ما ينفعش. لو تريد أن تقصي شيئا عن شيء تلجأ إلى شكل ثاني وثالث. لو تريد أن تحكم جزئيا على شيء بشيء تلجأ إلى الشكل الآخر. واخد بالك؟ عشان كده كان الشكل الأول هو إيه؟ أكمل الأشكال. وزي ما احنا كاتبين هنا يمكن طبعا أنا ناسي الكلام ده من زمان. أنا كنت شوف كده الشكل الأول أتم الأشكال للأسباب التالية. أولا الشكل الوحيد اللي يدي لك القضايا الحملية الأربعة تستعمله في الإثبات الكلي، تستعمله في الإقصاء الكلي، تستعمله في الإثبات الجزئي، تستعمله في الإقصاء الجزئي. يدي لك المطالب الأربعة، ينتج المطالب الأربعة. ثانيا إنه الشكل الوحيد الذي ينتج الكلية الموجبة. أشكال الثانية ما تديكش كلية موجبة، تشترك معها ممكن تديك سلب جزئي، تدي لك سلبي كلي ماشي، لكن لا تعطيك الإيجاب الكلي اللي هو الإثبات التالي. يعني الكلية الموجبة هي إيه؟ بنت الشكل الأول. وأنا بس أحتاج الكلية الموجبة باستمرار، لأني عادة ما أريد أن أثبت شيئا. حتى مثلا يعني عندك الإثبات أو الاستدلال ممكن أن تذهب رأسا إلى إثبات الشكل، لكن أحيانا لا تستطيع، وده جاي حنتكلم فيه. لا تستطيع. الشيخ ربيع وصل؟ وصل برا؟ حاضر. أحيانا لا تستطيع، يكتب سعيدين خمس دقائق، لا تستطيع أن تذهب مباشرة إلى إثبات الشكل. طبيعة كده خلاص مسدود الطريق أمامك. تعمل إيه؟ تعمل الآن أنك أنت تبحث عن نقيض فين؟ نقيض هذا الذي تريد أن، لو أنا عايز أثبت ألف واخد بالك؟ مش قادر أصل ألف، مفيش. أعمل إيه؟ أعمل أن أنا أشوف نقيض فين؟ فأقول باء نقيض ألف، مش كده؟ وأدلل على بطلان باء، فيثبت بالضرورة ألف، لأن النقيضين لا يثبتان معا. الاستدلال بشكل مباشر والطرق مفتوحة ده الشكل الأول. شكل إيه؟ الأول. ولذلك هو أكمل الأشكال، وحنعرف فيما بعد في درس هيبقى أعمق شوية أنه هو الذي ترد إليه الأشكال الأخرى. يعني أنا آجي في الشكل الثاني مش مطمن بالنتيجة الأولى. واحد ممكن يشغب علي، أقول له خلاص تشغب علي، أنا حردها لك إلى الشكل الأول في عمليات معينة أحاورها بحيث أن النتيجة اللي طلعتها في الشكل الثاني تطلع لي هي في الشكل إيه؟ الأول. يبقى خدت ذهب، ذهب إيه؟ أحسن ذهب كان 24. ممكن 24 ده الشكل الأول. ليه؟ لأن كما قلت لك يقوم على بديهية، الماء في الكوز والكوز في الحجرة، يجي الفلاح تقول له إيه؟ يقول لك الراجل ما راحش، ويقول لك الماء في الحجرة، خلاص ده الشكل الأول. بيشغل كده، شغل على طبائع العقول وبدائع العقول. فإذا لو أنا في الشكل الثاني جبت أي نتيجة والخصم يريد أن يشغب معي في حالة اسمها طريقة رد الأشكال إلى الشكل الأول، بحيث أن في طرق معينة أتبعها فتأتي النتيجة اللي جبتها من الشكل الثاني أو الثالث والخصم يقول لي لا أنا مش واثق فيها، بحيث أنها تبقى هي فعلا ينقلب الشكل الثاني، بحيث يبقى إيه؟ شكل أول، يبقى تأخذ النتيجة صح. واخدين بالكم هذا الكلام؟ يبقى الشكل الأول أكمل الأشكال. ليه؟ لأنه ينتج المطالب الأربعة، ثم أنه الشكل الوحيد الذي ينتج إيه؟ الكلية الموجبة اللي أنا بستخدمها في الإثبات. ثالثا ولأنه إيه؟ يجري على الطب، ومن أجل ذلك كان هو الشكل الذي تصحح به النتائج، نتائج الأشكال اللي هو الثاني والثالث. ماشي؟ طيب.
لأنه المنتج للمطالب الأربعة الموجبة الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية، هذه واحد. واثنين، ولأنه على النظم الطبيعي وهو الانتقال من الموضوع إلى الحد الأوسط ثم منه إلى المحمول حتى يلزم الانتقال من الموضوع إلى المحمول لكونه فردا من أفراد الوسط. ثم الثاني ده في الكمال، قال لك في الاكتمال الشكل الأول، ثم يأتي الشكل الثاني في الترتيب وراء الشكل الأول. ليه؟ لأنه أقرب الأشكال الباقية إلى الشكل الأول. الشكل الأول شكل كامل، فالثاني أقرب الأشكال إلى إلى الشكل الأول، فهو يبقى في رتبة الكمال التي تلي الشكل الأول. ماشي. لأنه أقرب الأشكال إليه لمشاركته إياه في صغراه، لأن إحنا اللي قلنا الشكل الثاني عبارة عن في التعريف ووضعه في الكل وحبله في الكل ثانيا. فإذا لما بيبقى المحمول، خذ بالكم يعني مش لازم تقومون أكتب على السبورة، لما المحمول في الشكل الثاني في الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط هو محمول في في القبلتين في الاثنين. يبقى إذن الأولى موضوعها موضوع الصغرى، مش حد أوسط، مش حد أوسط. ده يشبه الشكل الأول ولا لأن الشكل الأول دائما الموضوع فيه مش حد أوسط، وكذلك الشكل الثاني الموضوع في الصغرى هو حد أوسط. عشان كده الشكل الثاني بيشبه الشكل الأول في خد بالك ثم الثاني لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه لمشاركته إياه في صغرى. الثاني يشترك مع الأول في الصغرى من حيث المحمول. يبقى الموضوع خلاص المحمول في الثاني حد أوسط ولا لا؟ واخد بالك؟ طيب والمحمول في في في, في الأول حد أوسط، فهو مشارك في الموضوع. طيب في الصغرى التي أشرف المقدمتين الشمال على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول، لأن المحمول إنما يطلق لأجله إجابة وسبب. ثم الثالث لأن له قربا ما لمشاركته إياه في أخص المقدمتين. هتلاقي لما يروح الشكل الأول في السلب وفي وفي الجزء هتلاقي الشكل الثالث يشبهه، لأن كما قلت لكم واحد من الشكل الثاني واحد من الأشكال يستخدم للسلب فقط، الحكم بالسلب، وواحد منهم بيستخدم للحكم بالجزء فقط. طيب هو الشكل الأول نعم ينتج السلب وينتج الجزء وينتج الكل، فالشكل الثاني يشبه الشكل الأول في محمول في الحد الأوسط، واخد بالك؟ والثاني والثالث يشبهه في أنه أيضا ستجد، طبعا لما حنيجي حتعرف على الشكل الثالث حتجد أنه يشبه الأول حينما يتكون من ضروب فيها السلب والجزء. بخلاف الرابع فلا قرب له أصلا لمخالفته إياه فيهما وبعده عن الطبع جدا. هو بيقول لك لو أنك أنت لم تتبع هذا النظام اللي هو شروط اللي هو الحد الأوسط بصغرى وكبرى إلى آخره، لو أنك أنت لم تلتزم هذا الكلام يفسد الشكل تماما، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول حيبتدي من هنا ويتكلم على شروط إنتاج الشكل الأول ثم الثاني ثم الثالث، وحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية كبراهما، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثالث الإيجاب في صغراهما
وأن ترى كلية إحداهما. أنا حفظها من أنا صغير، ولذلك لا يمكن حد يلعب بيها في المنطق أبدا، المنطق القديم. خلاص عرفنا سر الصنعة يا مولانا، وخلاص تروح من هنا تأخذ دكتوراه مش عارف من فين، هي الحكاية هي مو أربع أشكال. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ طيب لازم تكرع الله. وخلينا الوقت احنا وقفين على الدرس بتاعنا ان شاء الله القادم في شروط انتاج الشكل الاول. هو كل شكل هيديك شروط، اطبقها تطلع الظروف المنتجه، ما اطبقها تطلع الظروف ايه العقيم. وانا لا ادري ان شاء الله